عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نناقش فيها دور اللغات المحلية في تكريس الوحدة الوطنية وبناء جسور التواصل والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، خصوصا في مجتمع متعدد الأعراق والثقافات مثل المجتمع الموريتاني، مما يشكل ذروة حقيقية إن تم استخدامها واستغلالها بالشكل المطلوب. نناقش هذا الموضوع على ضوء الندوة التي نظمتها رابطة معا لتبادل الثقافات واللغات الوطنية، والتي حضرها كتاب ومثقفون وفاعلون. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ شمخول المرابط، رئيس رابطة معا لتبادل اللغات والثقافات الوطنية. أهلا بكم أستاذ الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. بداية، لو بدنا بمفهوم الوحدة الوطنية كمفهوم أساسي في هذا الحوار الذي نحن بصدده، وخصوصا أنه مفهوم أيضا رغم شيوعه واستخداماته في مختلف المجالات، لأنه ما زال يحفه الكثير من الغموض. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في البداية أريد أن أتكلم عن موضوع حقيقة موضوع ثري، وهو الوحدة الوطنية وعوائقها التي تعيق تقدم مسارها إلى الأمام. الوحدة الوطنية تختلف في من بلد إلى بلد ومن مكون إلى مكون، إذ أن بلدنا له خصوصية تعدد الأعراق واللغات والثقافات، مما يجعل النظر في إعداد استراتيجية للوحدة الوطنية أمرا ضروريا، أولا من الدولة، ثم من المجتمع المدني، ثم من المثقفين، ولن يكون ذلك إلا بمد الجسور بين المكونات. الشعب الموريتاني الشعب المتعدد اللغات ومتعدد الثقافات، فاللغة هي جسر التفاهم. أنا شخصيا كنت قد قمت بتجربة في الحقل التربوي في مناطق غير ناطقة باللغة العربية، وعانيت كثيرا، ويمكنني أن استنتج من خلال تلك التجربة معيقات كثيرة، وهي طبعا لدي سنتطرق لها إن شاء الله. هذه التجربة التي تحدثتم عنها هي تجربة فعلا مهمة وأساسية فيما يتعلق حتى مشروع المبادرة نفسها، ولكن ما هو المشكل الرئيسي الذي يمكن أن نشخص به الوحدة الوطنية كإشكالية الآن مطروحة في هذا المجتمع متعدد الأعراق والثقافات؟ المشكلة أساسا هي 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 هي, هي, هي مشكلة اللغات، لا يمكن أن نتجاوزها، فهي مناط كل وحدة. فالشعوب تختلف في الدول، هناك دول من جنس واحد، هذه الدول لا يمكن أن نقيس عليها، وهناك دول كموريتانيا متعددة الأجناس واللغات. فوضع استراتيجية لدعم اللغات الوطنية وإدراجها في التعليم الأساسي أساسا بات أمرا ضروريا كما نراه نحن في منظمتنا، ولنا في هذا المجال تصورات عاكفون على وضعها، وسنقدمها إن شاء الله لوزارة التعليم. نحن نرتئي أن تقرر دراسة اللغات الوطنية في التعليم الأساسي أساسا سنواته الست، فلا شك أن التلميذ عندما يتلقى تعليما باللغات الوطنية مدة 6 سنوات ستحصل عنده خلفية عن اللغات الوطنية، وبالتالي سيكون التفاهم أكثر. فنستدل هنا بقوله تعالى: أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن مقتضيات التعارف التفاهم،
فالتفاهم أساسا ينبني على اللغة وهي أمر ضروري. نعم، هذا 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 التفاهم وهذا الغياب الموجود والملاحظ في موضوع اللغة يطرح إشكال كبير يتعلق ب هل نحن الآن أمام مشكل في الحوار بين هذه المكونات أم مشكل اتصال أصلا بين مختلف الشرائح والأعراق الاجتماعية؟ نحن لسنا أمام مشكل، لأننا عندما ننظر إلى المشتركات الوطنية بين مكونات الشعب الموريتاني نجدها كانت قائمة على الاحترام وعلى الحمد لله التقبل وعلى الانسجام. كانت هناك مشتركات دينية من المعروف في الطرق الصوفية، هناك الشخصيات أخذوا الأوراد على غير مكونهم والعكس، وهناك في 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 المشترك الاجتماعي تزاوج المصاهرة، هذه مشتركات كانت موجودة يمكنها أن يتم إحياؤها من جديد حتى نستجلب المجتمع. نعم، آلية بناء على هذه المشتركات التي أشرتم إليها، مشتركات تاريخية مهمة جدا، آلية البناء على هذه المشتركات في ظل الآن الدولة الوطنية وبعيدا عن بنيات ما قبل الدولة. آليات أساسا بالنسبة للمنظمات المجتمع المدني. نعم، التي تنشط في هذا المجال لا تعد بلها صابع لأنها قليلة جدا. دورها دور توعوي، ليست لديها استراتيجيات وليس لديها سلطة. نحن لدينا تصورات ومقاربات ومقترحات، نعتقد أن إثراء الساحة الثقافية بالمنتديات وبالأمسيات هذا يعطي دفعا جديدا لقضية الوحدة الوطنية من لاقتلاعها من جذورها وجعلها على المحك بشكل صحيح. ولكن هذا لن يتم ولن ينجح ما لم تكن هناك رعاية رسمية من 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 الدولة ومن النخب ومن المثقفين أساسا، فهم من يصنعون القضية ويخرجونها في شكلها النهائي. نعم، هذا الدور الاقتراحي الذي أشرت إليه فيما يتعلق بموضوع المجتمع المدني، هناك أيضا أدوار أخرى يمكن يتطلع بها المجتمع المدني انطلاقا من القوة الميدانية التي يتمتع بها وكذلك التفويض الذي يمنحه المجتمع له كقوة حية وتواكب هذه المشاكل التي تطرح يوميا سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. طبعا نحن في المجتمع المدني في المنظمة لدينا أفكار ورؤى في هذا المجال أساسا، قد تعيقها بعض الإعاقات أساسا منها الشغل والارتباطات الحمد لله، ولدينا إن شاء الله برامج في العطلة الصيفية ستكون أكثر ثراء وأكثر فاعلية إن شاء الله تعالى. لدينا تصور أن أخذ مثلا بعض الأطفال من مكون معين وذهاب بهم إلى بيئة معينة غير الناطقين بها مثلا ينجزون عطلتهم الصيفية هناك مدة شهرين أو ثلاثة، هذا قد يعطيهم فرصة لتعلم لغات غيرهم، وقد يعطونهم بدورهم لغاتهم التي يحملونها، ويكون هناك فضاء لتلاقح الفكري والثقافي بين الأطفال أساسا، لأن الأطفال هم المستهدفين. أما البالغين فهم قد حددوا اتجاهاتهم وقناعاتهم وأفكارهم، من الصعب ترويضهم على عموما. عندنا أفكار وعندنا رؤى وبرامج إن شاء الله سنتطرق لها إن شاء الله ريثما نجد فرصة لذلك. نعم، فيما يتعلق بهذه الأفكار التي أشرت منها، ولكن هناك عمل قمتم به خصوصا المنظمة
تأسست منذ سنة، ما طبيعة هذه الأعمال التي قمتم بها خلال هذه الفترة، وخصوصا فيما يتعلق بالمسلكيات المتجذرة التي ترون أنها قد تكون عائق أمام المجتمع المدني، قصدي على الوحدة الوطنية؟ كان عملنا أساسا على المجال الإعلامي، كنا نكتب عن طريق صفحة خاصة بالمنظمة ونضع تصوراتنا ومقارباتنا ومقترحاتنا عبرها، ونشارك في الأمور التي لها علاقة بالوحدة الوطنية ولها علاقة بالتنوع الثقافي. ولم نجد فرصة لغير هذا، لأن هذا هو المتاح لنا. نحن مدرسون في الميدان، لا يتاح لنا الكثير من الوقت لزيارة الداخل مثلا، ولكثير من برامجنا لا تتاح له الفرصة فيها، ولكن إن شاء الله سنواصل إن شاء الله تعالى في برامجنا ريثما تتاح لنا الفرصة إن شاء الله تعالى. نعم، هناك جانب مهم جدا يتعلق بموضوع التنشئة الاجتماعية، خصوصا مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأولية، الأسرة، غيرها، المدرسة، ودائما نشاهد بعض المسلكيات التي ربما تنافي تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الوحدة الوطنية، ويمكن أن تقوم المنظمة بجهود قد لا تكلفها كثيرا في هذا الصدد، خصوصا أنها أشرتم إلى أن لديكم تجربة كبيرة فيما يتعلق بالتدريس. نعم، أنا ما زلت أدرس لغير الناطقين باللغة العربية، أنا أدرس في السبخة. نعم، هذا يعني أنني في في في, في نفس الحقل الذي كنت فيه. نعم، وما زلت أقوم بنفس الدور الذي أقوم به من التوعية ومما أتيح لي من تغيير المسلكيات ومن نقل الثقافات المكونات وخلق فضاء، هذا كان متاحا وما زال متاحا. والأمسية هي اخترت لها السبخة. نعم، لأنها مثلا لغير الناطقين باللغة العربية هناك برنامج عند المنظمة نسيت أن أذكره لكم، وهو تقديم دروس تقوية للسوادس لغير الناطقين باللغة العربية، لأننا نرى أن اللغة العربية بالإضافة إلى أنها لغة رسمية لكنها تختلف عن اللغات الوطنية، لأن الارتباط بها عقدي، لأنها لغة دين قبل أن تكون لغة جنس، وهي فعلا لغة دين، ودعمها ودعم الغير الناطقين بها لا محالة سيخلق. ولكن فيما يتعلق بموضوع نقاش الوحدة الوطنية ودور اللغة في بناء هذه الوحدة، لا ترى أنه أيضا تدريس اللغات الأخرى وعمل جهد في للناطقين بالعربية وتدريسهم اللهجات المحلية الأخرى هو أيضا جانب أساسي ومهم ومفقود كليا إذا ما نظرنا إلى مستوى الناطقين بالحسانية من المكونات الأخرى؟ لا، نحن الناطقون بالحسانية لنا برنامج سنفتتحه أقساما إن شاء الله قريبا، تستهدف تعليم الكبار في عدة مقاطعات في نواكشوط وفي مقاطعات في الداخل إن شاء الله تعالى، الأقسام خاصة بتعليم اللغات الوطنية إن شاء الله تعالى، لكنها قيد الترتيب. نعم، هل ترى أن مثل هذه المبادرات ومثل هذه الأفكار التي يطرحها أشخاص ربما من الفضاء العام انطلقوا من مبادرات شخصية من تجارب ذاتية، هل ترى أنها تفيد فعلا في حلحلة هذا عدم التفاهم الذي تحدثت عنه في البداية؟ بالنسبة للبشر مجبول على المحاكاة أكثر من جبلته على الإبداع، وحين يكون الإنسان مؤمنا بمشروع معين ويقدم فيه مجهوده مثلا بكافة أبعاده ويحقق فيه ناتجا معينا، لا شك أن الناس ستخطو وراءه وستقتنع بالفكرة أكثر إن شاء الله تعالى. نرجو أن يكون هذا الإشكال الذي
يمكننا أن نسميه التنوع اللغوي والثقافي في المجتمع ضمن يافطة الدولة الواحدة، أن يجد مثلا نصيبه من المجتمع المدني ومن الفاعلين السياسيين ومن الدولة، حتى يتمخض عنه إن شاء الله حلولا وإن شاء الله ويعطي ناتجا منتظرا إن شاء الله. نعم، سنواصل لهذا الناتج المنتظر وأفاق هذه المبادرات ومثل هذه الطرح الوحدوي إذا صح التعبير بعد فاصل قصير. مشاهدنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه دور الوحدة الوطنية ودور اللغات المحلية في تكريس الوحدة الوطنية. كنا قبل أن نتحدث عن الوحدة الوطنية والإشكالات الموجودة والعوائق المطروحة أمام النشاط في المجتمع المدني ومنظمتكم بشكل خاص، منظمة معا لتبادل اللغات والثقافات الوطنية، ولكن هناك سؤال يتبادر للذهن وهو كيف يمكن أن يصبح الثراء الثقافي عامل معول هدم بدل أن يكون لبنة بناء؟ العامل الثقافي لا يجوز أن يكون إلا عامل بناء. هذا هو المفترض. إذا تم تأطيره بالشكل الصحيح. إذا تم تأطيره بالشكل الصحيح. وأنا قلت أن مناط الوحدة الوطنية الحقيقية هو تبادل اللغات، ومناطق تبادل الثقافات والوصول لجسر يربط مكونات المجتمع هو اللغات الوطنية. فنحن قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، لا يجب أن يكون إلا مثلا ليس إشكالا، معروف أن اللغة هي الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعروف أنه بعث أسامة بن زيد ليتعلم سريانية لغة اليهود، وكان يستعين بالصحابة ممن يعرفون لغات الأطياف الشرقية والغربية التي تأتي منها الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعين بهم. نعم. لماذا برغم هذا التأصيل ورغم هذا الطرح ما زال في المجتمع الآن يلاحظ تجاوز أو انطلاق دون تبادل ثقافي؟ هو طبعا ما أدى إلى تأسيس مثل هذه الجمعيات التي أشرت إليها. يمكنك أن توجزه في بنقص الوعي. هو نقص الوعي، لأن اللغات الوطنية
محل اعتزاز لكل مواطن. أنا أفتخر عندما أتكلم اللغة الولفية بطلاقة، وأزداد فخرا عندما أتكلم بالبولارية والصنوكية. وأعتقد أن كلما كان المواطن الموريتاني يتقن اللغات الوطنية كلما كان أكثر تأصيلا من غيره، وهذا حقيقة هو ما يجب أن يكون. ونحن دورنا فيه دور توعوي، يمكن أن نضيف إضافات بسيطة بحجم قدراتنا وما هو متاح لنا قد تعطي، لكن لن تعطي المطلوب بالحقيقة ما لم تكن هناك استراتيجية. وكما أشرت لك، الاستراتيجية أساسا تنبني على الميدان التربوي. حين تعمد الوزارة التعليم إلى إدراج اللغات الوطنية في 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 البرنامج التربوي التعليم الأساسي، هذا خطوة مهمة. قد تتعرض للإخفاقات، لكنها قد تصل يوما ما للناتج المنتظر. وهذا وانطلاقا من هذا الحاجه لهذا هذا 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 المطلب، لماذا لم تتخذوا منه مطلبا وتقدموه في اطار ما ستقدمونه على الاقل من اجل تجاوز هذا المشكل؟ انا اذكر انني ذكرت لكم هذا، ان لدينا تصور ومقاربه في خصوص دمج اللغات الوطنيه في التعليم الاساسي، وهي قيد الإجراء، وحين تكتمل سنقدمها لوزير التعليم. نعم. بلا شك. نعم. نحن مقتنعون بأفكارنا وبمشروعنا، ومقتنعون أن المشروع مشروع الموريتانيين كلهم، وأن كل موريتاني يحرص من زاويته على 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 الوحدة الوطنية كما يحرص الآخر، لكن نعم. لكن الناس تتفاوت في الوعي، تتفاوت في الفهم، تتفاوت في تشخيص المشكل بحكم التجارب، بحكم اعتبارات عدة. نحن إن شاء الله سنقدم مطلبا في شكل تصور إن شاء الله لوزير التعليم، وسنطلب منه إن شاء الله إدراجه في الإصلاح التربوي الذي تشهده قطاع التعليم الأساسي أساسا إن شاء الله. نعم، هذا يحيلنا إلى موضوع الجمعية وفكرة تأسيس الجمعية أصلا، لماذا وكيف؟ الجمعية كانت وليدة معاناة. نعم. معاناة لا يمكن أن نسميها معاناة بقدر ما هي إشكالا يمكن أن أكون أنا شخصيا تعرضت له من خلال تجربتي الدراسية في المناطق الغير الناطقين باللغة العربية. وجدت مشاكل في التفاهم مع المجتمعات الغير الناطقة باللغة العربية. هذا الإشكال ولد لدي فكرة تأسيس هذه المنظمة، وولد لدي فكرة تعلم اللغة، لغة المجتمع الذي كنت أخدم فيه. لم أتعلمه بشكل الكافي، لكن تعلمت منه ما يذلل صعاب التواصل بيني وبين المجتمع، بيني وبين التلاميذ، بيني وبين الآباء. فحقيقة اللغة هي جسر التواصل، وهي قناة التفاهم بين الأشخاص. وحين تكون حين لا تكون فالتفاهم لن يكون إلا بالإشارات لا قدر الله. فيما يتعلق بهذا التفاهم الذي طلقت منه من خلال التجربة التي تحدثت عنها، كيف يمكن بناؤه، أو كيف يمكن الوصول لهكذا وعي؟ مثلا هل هناك عوائق ثقافية تحول دون هذا المستوى من الوعي؟ حتى يكون السؤال دقيقا. هناك عوائق ثقافية أكيد، لأن المجتمع لا يؤمن بتعدد ثقافات، كل مكون يعتز بثقافته وحده، والقلة منهم هم من ينفتحون على الآخر. وهذا هذا 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 طبيعة المجتمعات في العالم.
حقيقة الإشكال الثقافي، التنوع الثقافي هو ثراء مهمل لم ينل نصيبه أو حظه من 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 الإثارة ومن مثلا لم ينل نصيبه من الإثارة. نعم، هذا التنوع الثقافي، ما هي الروافد الأساسية لإحيائه أو لبناء مشترك أو تعزيز المشترك الذي تحدث عنه في البداية؟ طبعا هناك 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 عدة روافد لبناء المشترك، وهو أولا الاطلاع على الموروث الثقافي، الاطلاع على المشتركات، أن المشتركات العامة بين مكونات الشعب الموريتاني، كما قلت لك أن هناك مشترك ديني وهناك مشترك اجتماعي وهناك مشترك تاريخي. المشترك الديني يتجسد في المصاهرة وفي تلك القضايا، والمشترك الديني في الأوراد والصوفية وهكذا، والمشترك التاريخي هناك رجال من مكونات المجتمع المدني قاتلوا وناضلوا عن هذا الوطن في كل بجنب الآخر، هذه مشتركات إبداؤها في شكل أبحاث مثلا، في شكل بحوث، هذا يعطي صورة نمطية عن موروثنا الثقافي الأصيل، مما يجعلنا نرتكز عليه ونعتبره منطلقا ولبنة لإعادة البناء من جديد وهكذا. نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ شمخو المرابط، رئيس رابطة معا لتبادل اللغات والثقافات الوطنية، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.